حول الأمن الغذائي وسياسات الحكومة بالنسبة للأمن الغذائي. أنتم شفتوا أنه كان واحد طلب من بعض الفرق ديال المعارضة واحد التقييم ديال واحد السياسة اللي ديال المخطط الأخضر، مع العلم أنه المخطط الأخضر انتهى في 2020 كيف ما فسر السيد رئيس الحكومة، ولكن ما يمكنش يدير التقييم لهذاك المخطط بوحده الا ما كانش تقييم ديال السياسه المائيه ديال البلاد اللي كانت هي اللي خصها تواكب هذاك المخطط. لانه كتشوفوا بين ما الانجازات ديال السدود عرفت واحد تعطيل كبير في الانجاز اللي دونك غادي يجي لواحد النقص، ولا على الاقل داك المردوديه ديال داك المخطط ما تكونش 100%. المحطه التحليه حتى هي اللي تعطلات، دونك لو ترانسفير ديال واد سبول للرباط للدار البيضاء اللي عرفتوها حتى هو ما دارش. دونك هادشي كله كيحاول الحكومه كتحاول باش هذاك الغطاء ترطابي في الماكسيموم. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه الحمد لله كتعرفوا انه المواد كلها موفره في السوق المغربيه، هذه مهمه، ما كاينش شي ماده اللي ما موفراش. بعض المرات كيكونوا الاسعار شويه مرتفعه، هذا ما كيدخلش انما بيد الحكومه، ولكن الحكومه تقدر تشوف شي دعم ولا تشوف شي حاجه. لانه عرفتوا بين ما الجفاف جعل بين ما الانتاج نقص، السوق الدوليه عرفتوا بين ما كانوا فيها واحد الثمانات مرتفعه بالنسبه للاستيراد اللي كان كيكون، المحروقات راه المغرب ما كينتج البترول، دونك راه السوق الدولي هو اللي كيحكم علينا. دونك هادشي كله راه الحكومه خدامه فيه وكتحاول باش على الاقل نقص من داك الامباكت اللي غادي يكون ديريكت على المستهلك المغربي. بالنسبه للعيد راه دابا تحسم الحمد لله، غادي يكون العيد. المغاربه عندهم واحد العلاقه اللي كتعرفوها سبيسيال مع العيد الاضحى، غادي يتم استيراد ديال واحد الكميه مهمه من زعما الشبتال باش نحافظوا على الشبتال ديالنا. يمكن غدا واش الحكومه تشوف واش تقدر دير شي دعم لهذوك الناس اللي غادي يكونوا محتاجين باش يضحيوا ولا شي حاجه، نشوفوا واش غادي يديروا. ولكن الحمد لله انه العيد غادي يكون نحسن فيها. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.